السلام عليكم، سويد علي البكري، بروجرام مانجر في إريكسون، مسؤول من البروجكتس بتاعت الـ OSS BSS Implementation Integration. اتخرجت من جامعة الخرطوم، كلية الهندسة كهرباء إلكترونية، تخصص اتصالات. اشتغلت مينلي في الاريا بتاعت الاوبريشن سبورت والبزنس سبورت سوليوشنز وسيستمز في إريكسون وفي اي بي اس ك سوليوشن انتجريتور و ايفنشلي بروجكت مانجر، بعد ذاك حاليا بروجرام. بالنسبه للستارت اب ويكند، انا بفتكر انه هو حدث مهم بالنسبه لي، اتليست اول مره انا اشوف حدث فيه ستارت اب وريلايزيشن لبزنسز في الاريا بتاعت السوفت وير في وقت يعني بهذا الحجم. ايفنشوالي الشباب حيكون عندهم لمحه من الحاجات اللي احنا هنشوفها، اللي هي تيبيكالي بنشوفها في الاندستري. هوبفلي دي تكون الخطوه الاولى بالنسبه لهم، حتى ان هم تو ريلايز الاندستري بتاعتهم وانهم يصلوا فعلا لنفس الحجم بتاع زي ما عارفين السوفت وير فيه بوتنشلز كبيره بجد، انت ممكن تحقق الحاجات دي وزي نفس الفتره دي اللي هي 54 ساعه، لانه انت ما بتحتاج لريسورسز كبيره. الناس بجد ممكن تحقق الحاجات دي، وانا يعني بدعو كل زول انه يتفاعل مع الايفنت ده ويجتهد، وديفنتلي هم حيشوفوا البيزنس بتاعهم بيتحقق قدام عيونهم. ان شاء الله هتكون مساعدتنا للشباب في انه نساعدهم كيف ان هم تو براكتيكالي ماتيريالايز البيزنس بتاعهم في سوفت وير. ممكن مره نساعدهم برضه في الاركيتكشر بتاع السوفت وير بتاعهم والحاجات دي. ان شاء الله التوفيق لكل الناس.